صباح الفل، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده يا جماعه فيديو جديد، وحابب اجرب تجربه جديده مختلفه شويه، وهو نشوف اكتر مكان درايف ثرو هيكون بيقدم خدمه سريعه. المعتاد على الدرايف ثرو يا جماعه ان هو معمول عشان خاطر يبقى اسرع من ان انت تخش المطعم او تطلب حاجه او تطلب بالعربيه بتاعتك. فهو متعرف عليه عالميا ان درايف ثرو بيبقى اسرع مكان ممكن تطلب منه اكل. فاحنا النهارده هنعمل تحدي على ابطا مطعم بيقدم وجبات سريعه في الدرايف ثرو. اول حاجه هنبتدي بيها النهارده هارديز، ومعانا كي اف سي، ومعانا ماكدونالدز، وهنشوف النهارده مين ابطا واحد. ودينا داخلين على هارديز على اول واحد. جينا على شباك هارديز، مفيش حد. يا هارديز، الو، ايه؟ مفيش حد. اول حاجه هنبتدي بيها يا جماعه هارديز، ودينا داخلين على الدرايف ثرو وهنشوف. وغير كده هنستخدم التايمر عشان نكون منصفين. جينا على شباك هارديز، مفيش حد. الو، طب ايه؟ مفيش حد. طب نبتدي التايمر ولا نشوف؟ مع ان مفيش عربيات قدامي خالص، الطريق كله فاضي، لكن الشباك مفيش حد. يا هارديز، مفيش حد. خلينا ناخد لفه كمان ونشوف. Hello, good afternoon. Hello. Can I get the big deluxe? Yeah. Yeah, the big deluxe meal, please. What is that? The regular one. Okay, medium large. Regular one. And a drink, sir? No, the drink Pepsi, please. Thank you. طب احنا لفينا تاني، فالظاهر ان احنا المفروض كان نلف، والتايمنج ابتدى عشان نبقى ايه واثقين انه احنا ايه ماشيين صح. يلا يا هارديس، احنا موجودين. هلو، هاو يو دوينج توداي؟ جود جود الحمد لله. جود. 26. اوكي. Thank you so much. Thank you. Yeah, sure. التايمنج ابتدى يا جماعة، واحنا لسه مستنيين اهو. عدى دقيقة او 10 ثواني على الاوردر. لما نشوف. هو في المرة الأولانية كان لازم إن أنا أعدي الأول هناك على السبيكر عشان خاطر حد يلاحظ إن أنا إن في زبون هنا. لأن لما جيت على طول دايركت من غير ما أعدي على السبيكر فمحدش جه. فالظاهر انه حد جه كمان. اوكي، ثانك يو، باي باي. شابو يا هارديز. دقيقة 38 ثانية. دلوقتي هنقعد بعدين نروح مكان تاني ونشوف. هنشوف دلوقتي، نشوف ماكدونالدز. دقيقة 38 ثانية، شابو يا هارديز. طيب احنا دخلنا على هارديز، خد دقيقة 38 ثانية. دلوقتي داخلين على برجر كينج يا جماعة، هنشوف الوقت هياخد قد ايه. لغاية دلوقتي هارديز دقيقة 38 ثانية. هاي جود افترنون، هاي جود افترنون. كان اي جت وان تشيكن رويال بليز؟ وي تشيز؟ بليز، وان تشيكن رويال وذ تشيز. Make it Fanta, please. Fanta, regular? No, regular one. طيب وابتدينا العد مع برجر كينج. هل يا برجر كينج هتتفوق على هارديز يا اما لا؟ هنشوف.
طيب مش معنى ان الدرينك جه يعني معنى كده ان احنا الوقت خلص، لا معناته لسه الارض بيعد، لسه الوقت بيعد مستنيين. مورنينج يا بليز. I'm waiting. Yeah, no problem. It's okay. It's okay. Take your time. It's okay. We'll move to the next. This little bit move near the plant. I'll bring your order here, okay? Okay. So I'll receive it from here? Huh? From here also I'll receive it? Or yeah. Yes, sir. We don't have second window. Just move here. We'll bring it. No problem. Thank you. طيب وما عندهمش ما عندهمش ويندوز تانية نقدر ناخد منها الاوردر. فالبنت قالت لي اقعد وهنجيبه لغاية عندك. تمام. هو الاوردر اللي فات راح دقيقة 38 ثانية، ده من هارديز بصراحة اسرع اوردر انا شفته لغاية دلوقتي. لما طلبنا من برجر كينج ادي داخلين في الدقيقتين، في الدقيقتين ولسه الاوردر ما جاش. فدينا احنا مستنيين. ففي العادي كده الواحد لما بيبقى في درايف ثرو يا جماعه بيبقى قاعد. انتوا بتعملوا ايه؟ يعني في درايف ثرو ببقى قاعد في العربيه بسمع حاجه بشوف الدنيا ماشيه ازاي الكلام ده كله. لكن قولوا لنا بقى انتوا بتعملوا ايه لما تكونوا في الدرايف ثرو وبتاخدوا وقت مثلا؟ يعني هنا لغايه دلوقتي قاعدين في الدرايف ثرو. الوقت لغايه دلوقتي دقيقتين و41 ثانية عشان نبقى صادقين في كلامي. التايمر اهو. تمام. نشرب حاجة لغاية لما يجيبوا لنا الأوردر. برجر كينج. تلات دقايق وأربعة وتلاتين سنة لغاية دلوقتي. تمام. طب وال عايزين بس نقول إن الحلو اللي في درايف ثرو إن أنت تبقى مثلا مستعجل، عايز تاكل حاجة سريعة، عايز تاكل حاجة بسرعة. لو انت مثلا جعان وبتاع مخلص شغل رايح الشغل حاجه زي كده عايز تجيب حاجه بسرعه تاكلها، فالمفروض الدرايف ثرو معمول عشان خاطر حاجه زي كده يعني. تمام. فاحنا رحنا دلوقتي هارديز ورحنا برجر كينج. ف هنطلع دلوقتي نشوف ماكدونالدز في طريقنا كده، وهنشوف كي اف سي برضه. المفروض دلوقتي ان احنا رحنا هارديز ورحنا برجر كينج، فالمفروض هنطلع دلوقتي على ماكدونالدز وبعد كده نطلع وراها نشوف كي اف سي وكده. فلغايه دلوقتي بصراحه انا شايف ان التجربه حلوه، تجربه لذيذه يعني، ان احنا هنشوف مين ابطا واحد في المطاعم دي في الدرايف ثرو بيقدم خدمه بطيئه. هو ده الغرض من الفيديو، ان احنا نكتشف الدرايف ثرو ده. واحنا دلوقتي في وقت يعني وقت الظهر، يعني المفروض نبقى في وقت غدا او حاجه زي كده، بس معظم الناس بتبقى شغاله في الوقت ده، فممكن يكون ده بالنسبه لهم اسهل واسرع ان هم يعملوا الاكل في وقت موت وقت خروج شغل وكده. فتخيل انت هتبقى عامل ازاي يعني، تخيل الطابور هيبقى عامل ازاي. فاحنا طالعين مكملين على ماكدونالدز. جاي لك يا ماكدونالدز. طيب ادينا داخلين على بنزينه ثانيه، عايزين وهنشوف لو في ماكدونالدز. عاملين نلف على مكان في ماكدونالدز مش لاقيين. يعني ما عرف على مكان في ماكدونالدز لغايه دلوقتي مش لاقي بصراحه. برضه برجر كينج مش لاقيين. ما
لاقيين ماكدونالدز يا جماعة. هنضطر نطلع ونروح مكان تاني عشان البنديمة دي مش مفيهاش ماكدونالدز. هنضطر نروح بنزينة تانية او مكان سريع تاني نشوف ماكدونالدز فيه. بس انا اللي لاحظته كمان يا جماعة في الموضوع ان ماكدونالدز مش موجودة زي بكثرة زي هارديز وزي برجر كينج في البنزينات والكلام ده كله. فهل ده ان هارديز وبرجر كينج شغالين اكتر من ماكدونالدز؟ دي تالت بنزيمه مثلا اخشها اذا كان فيها ماكدونالدز ولا لا، واتضح ان ما فيهاش ماكدونالدز، دي تالت بنزينه. فدينا مكمل ولغايه لما اشوف اقرب مكان اقفش فيه ماكدونالدز. طيب انا على طريق محمد بن زايد، المفروض ان ده طريق سريع وفي كل حته بتلاقي بنزينه، في كل مكان هتلاقي في بنزينه لازم يكون في حد من محلات الوجبات السريعه زي برجر كينج زي هارديز زي كي اف سي والكلام ده كله. بس لغايه دلوقتي عشان اكون امين انا مش لاقي برجر كينج على الطريق، فانا مكمل لغايه لما الاقي برجر كينج. طيب انا داخل على بنزينه رابعه يا جماعه ويا رب الاقي فيها ماكدونالدز. لغايه دلوقتي مش لاقي بنزينه واحده فيها ماكدونالدز لغايه دلوقتي، ده على طريق الشيخ محمد بن زايد يعني. فدينا هنشوف، هنخش البنزيمة ونشوف. داخلين على الدرايف ثرو بتاع ماكدونالدز. درايف ثرو ماكدونالدز. هلا ماكدونالدز بعد غياب بعد مدة طويلة يا راجل. خلينا نشوف بقى ايه هنطلب ايه. خلينا مفيش عربيات قدامنا والحياة لذيذة. Hello, good afternoon. Yes, can I get one mushroom beef? A regular size, please. Alright. Thank you so much. Thank you. طيب احنا دلوقتي طلبنا الاوردر وهنعمل التايمر من دلوقتي عشان خاطر نبقى ايه ماشيين صح. Hello. يا ابسولوتلي لا، المفروض ان خدمه ماكدونالدز بتبقى سريعه. ف ادينا بنشوف، ادينا ابتدينا اول ما خدوا الاوردر. خدوا في ثلاث شبابيك عند ماكدونالدز. اول شباك بتطلب عليه الاوردر اللي هو بيتكلم بسبيكر، ثاني شباك بتعمل البيمنت بتدفع فلوس، وفي شباك هنا قصادنا اهو. ده الشباك ده اللي بتستلم منه الاوردر بتاعك. ثانك يو سو ماتش. Thank you, have a good day. طبعا دلوقتي خلاص فايه التايمينج شغال واحنا مستنيين الاوردر، وادينا وصلنا عند شباك التسليم. فنشوف بقى ماكدونالدز هياخد قد ايه. لغايه دلوقتي ما احنا من ساعه لما ابتدانا التايمر بتاع ماكدونالدز دقيقه و21 ثانيه. عشان بس يبقى فيه مصداقية يا جماعة ما بين كل اوردر واوردر طلبنا. ادينا ما خدناش وقت، يلا اهو ثانية. يا ماكدونالدز انت المفروض اسرع واحد. هارديز لغاية دلوقتي دقيقة 38 ثانية، انا مش قادر انسى. طيب ايه بقى نسمي الاوردر؟ اوكي. نرجع بس ثانية ورا. Thank you, yeah.
I already got the drink. No, I didn't. Okay, thank you. Thank you so much. طيب خلينا نقول لغايه دلوقتي برضه انجاز عن برجر كينج. دقيقتين و22 ثانيه. فبالنسبه لي برضه ده انجاز، فعايز زحمه وبتاع والامور ماشيه، يعتبر في ضغط في المطعم جوه وفي ضغط في على الدرايف ثرو، بس برضه انجاز يعني. دلوقتي انا مش شايف خدمه وحشه، بس انا شايف اسرع حاجه لغايه دلوقتي انا شفتها وكان هارديز، عشان اكون امين يعني. هارديز ما اعرفش كان الاوردر جاهز جوه ولا كان بيعمل ايه. خد دقيقه 38 ثانيه، دقيقه 38 ثانيه، ده كان اسرع حاجه بصراحه يا جماعه. فانا مستغرب بصراحه يعني. هارديز هل الاوردر كان جاهز؟ هل هما متوقعين الاوردر بتاعي؟ هل يعني مش لاقي له حل؟ طب انت لو صادفت يعني اي حد فيكم يا جماعه اللي بيشوف الفيديو، لو صادفت حاجه زي كده اكتب لي في الكومنت ايه تجربتك مع درايف ترو وايه حصل معاك قبل كده، يعني لو انت وقفت في درايف ترو في اي موقف اي حاجه حصلت معاك. احنا دلوقتي داخلين يا جماعه على كي اف سي، وكي اف سي برضو عنده درايف ترو. دلوقتي هنخش على كي اف سي يا جماعه درايف ترو، لقينا كي اف سي وعنده درايف ترو، فبالتالي هنخش نشوف الخدمه بتاعت الدرايف ترو بتاعت كي اف سي عامله ازاي. هنا درايف ترو بتاع كي اف سي، وهنخش نطلب اوردر وهنشوف الوقت هياخد قد ايه. بس على ما اعتقد ان كي اف سي ممكن ما ياخدش وقت طويل يعني، ف ادينا داخلين وهنشوف. واقفين خش هنا. هاي ويلكم تو ويلي سترايب. هلو جود افترنون، كان اي جت وان تويستر بوكس؟ سوري ذيس از ويندي نوت كي اف سي. No sir. What is KFC the other side? No drive through for KFC? No drive through. Okay. Okay, as I'm here, let me try one second because it's my first time to try here, so let me recommend me something. Beef or chicken, sir? Beef. We have number 1 4 beef burger. Okay. You can try number 4 sir, big cheese. Okay, beef big cheese. Yeah, with barbecue sauce. Okay, yeah, we can add it. Only sandwich? Yes, please. Yes? Yeah. That's all. احنا دلوقتي حاليا يا جماعة على شباك ويندي. وداخلين ويندي طلبنا، ادي أول ما دخلنا طلبنا أوردر، وخلونا نشغل التايمر عشان خاطر نبقى منصفين. وهنجرب ويندي. خلينا داخلين على ويندوز، ادي شباك طلبنا الاوردر ما خدش وقت طويل. هلو هاي هاو ار يو توداي؟ يس بليز ثانك يو. طبعا احنا دلوقتي دخلنا على ويندوز طلبنا الاوردر، طلبنا ساندوتش. لما نشوف هياخد قد ايه، احنا اوريدي ابتدينا الوقت عند ويندوز وادي الوقت شغال عشان المصداقية، عشان نبقى عارفين كل واحد خد قد ايه. دان؟ اوكي ثانك يو سو ماتش. اه دقيقة، أسرع أوردر بصراحة لغاية دلوقتي دقيقة. ده غلب هارديز لمدة دقيقة، يعني ويندوز خد دقيقة واحدة بس في الأوردر، دقيقة واحدة. خلينا نخش نشوف. هو اتضح ان انا لما دخلت عند ويندوز ما دخلتش عند كي اف سي، فظاهر كي اف سي ما عندهمش درايف ثرو، فظاهر ان انت ممكن تطلب وانت قاعد في العربيه. بس ويندوز يا جماعه طلبنا من الاوردر ما خدش دقيقه واحده، يا دوبك خدوا الاوردر دفعت الاوردر جهز، فبالتالي ده كان اسرع حاجه بالنسبه لي ويندوز، ان انا
الاقي جاهز لمده دقيقه. يعني غلب هارديز، هارديز كان لمده دقيقه و 38 ثانيه، لكن ويندوز غلبهم في اقل من 83 ثانيه. يعني غلبهم في الاوردر خد دقيقه واحده بالظبط منهم. ده مش عارف، دي سرعه رهيبه بصراحه. لغايه دلوقتي انا مبهور بالسرعه دي بامانه. وخلينا نشوف كي اف سي هنطلب منه ايه. طب هو خدمه كي اف سي هضطر اخش جوه واطلب الاوردر من جوه، هجيبوه على السياره زي كانه برضو كانه درايف ثرو. فخلينا نخش جوه ونطلب الاوردر ونشوف هياخد قد ايه لغايه لما يحضروا الاوردر. من كي اف سي والتايمر شغال تمام. الكي اف سي ما عندوش المشكله، ما عندوش درايف ثرو. بس انا عملت ايه، دخلت المطعم وطلبت الاوردر، قال لك هنجيبك لغايه العربيه. فكانه درايف ثرو، بس هم ما عندهمش حقيقي درايف ثرو، بس تقدر تخش تطلب من المطعم وهم هيجيبوا لك الاوردر لغايه عندك في العربيه. فاحنا لغايه دلوقتي طلبنا اوردر ساندويتش ودفعنا اوريدي تمام، والتايمر هو شغال، مستنيين في العربية كأنه زي درايف ثرو بالظبط، مستنيين الاوردر يجي. هل هيعملها كي اف سي؟ هل هيعملها كي اف سي ويغلب هارديز؟ هل هيعملها كي اف سي ويغلب هارديز؟ اوبا، وادي وادي كي اف سي جاب الاوردر. ثانك يو سو ماتش. Thank you. دقيقة 24 ثانية. بصراحة أنا مش عارف أقول إيه. النهاردة الرياضات كلها يا جماعة سريعة، ما عدا واحد بس هو اللي كان في الموضوع كله واخد وقت لمدة 4 دقايق 24 ثانية. فهو كان ماكدونالدز. فهي ماكدونالدز. ماكدونالدز أنت في دبي. فبصراحة شابوه لكل الناس اللي كان هارديز او ماكدونالدز او برجر كينج او كي اف سي. بصراحه الاوردرات النهارده كانت حلوه وسريعه جدا، وكانت الخدمه ممتازه لدرجه ان انت ما الوقت خلص بسرعه. يعني تصوير الفيديو كمان ما خدش وقت طويل. فبالتالي بصراحه دي كانت خبره حلوه واكسبيرينس كويسه. واكتبوا لنا في الكومنت وقولوا لنا ايه رايكم في الفيديو. وانت لو مش مشترك في القناه فعل زر الجرس واشترك في القناه وساعدنا ان الواحد يحس انه تعبه وما راحش على الفاضي. وشكرا لكم مره ثانيه يا جماعه، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد في حاجه جديده. وما تنساش تكتبوا لنا في الكومنت ايه رايكم في الفيديو، ولو انت حصل معاك نفس الاكسبيرينس او حصل معاك نفس الموقف يا ريت تكتب لنا في الكومنت تحت عشان خاطر نقدر نعمل تجارب اكتر ونستفاد اكتر. وسلام.